السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. تابعوا الفيديو ذا بعد ارجع لكم. اعزائي المشاهدين، بينما كنت اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لاعداد هذه الحلقة، سمعت صوتا يشبه صوت الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو يغني احدى اغاني الفنان السعودي محمد عبده. حينها تبادر في ذهني انه شخص ربما يشبه صوته او يقوم بتقليده، لكن عند تركيزي تيقن لي أنه بالفعل هذا الصوت علي عبد الله صالح الذي نعرفه. سألت زملائي فريق البرنامج عن صاحب الصوت، فرد علي أحدهم: هذا عفاش قد طلع القبر ورجع للحياة مجددا. ما القصة إذن؟ قبل أيام انتشرت مقاطع فيديو لأغاني بصوت صالح، لكنها بالطبع ليس صوته، ولم يعد الحياة كما توقعت، بل تم عبر الذكاء الاصطناعي بدمج صوته بأغاني فنانين معروفين، كما أغنية جمرة غضا والتي نشرها ربيع الجنيد على صفحته في الفيسبوك. لنستمع. جمرة غضا أضمها بكثير، أضمها حي أضمها حي. صالح لم يغني فقط باللون الخليجي، بل تفنن كثيرا باللهجة المصرية حينما غنى، أو ممكن القول تم اختيار صوته لأغنية فاضي شوية للفنان المصري حمزة نمرة، والتي نشرها البراء على صفحته بالفيسبوك. لنستمع. يا سلام، سبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، ده اسمه كلام. عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا ندوم نضيح. وبينما كان الجمهور اليمني ينتظر أغنية دويتو بين الفنان المعروف حمود سما والمصري ويجز، نتفاجأ بنشر مقطع يجمع السما بالرئيس السابق صالح بأغنية أصابك عشق، والتي نشرها أنس الفقيه على صفحته بالفيسبوك. لنستمع. أظهروا عليها من شفتم الوساخة والدناء إلى وين وصلت بهم؟ أبي قناة يمن شباب، طبعا قناة الساحات. سقوط، ما لم ترى عيني. مات ربي أخذه، قضوا عند أرحم الراحمين. تقوموا تنزلوا مثل التفاعل. زلقنا المواضيع معاكم، زلقين يعني. لا فلحتم بسياسة، لا فلحتم بمسلسلات، لا فلحتم بمشاكل اجتماعية، لا فلحتم حتى بموظفين. كل الموظفين والموظفات اللي معاكم رخاص والله. ولا لو كان واحد عنده ذرة شرف ما يطلع يلقي هذا اللقاء أو يلقي هذا الكلام. إنسان مات ربي أخذه من حياة الدنيا لا حياة الآخرة. يعني كان صح الرجل هذا أو كان غلط، فعقابه عند أرحم الراحمين أو حسابه عند أرحم الراحمين. هذه الجماعة كان أقول لكم تقول إنه الدين هو خرج من عندهم. هل الدين يأمرنا إحنا بهذا الشيء؟ يعني فرضنا الفيديو هذا وصل لعند أهله، من يحبه، من يعزه، يرضيكم هذا الشيء؟ أنا أسألك أنت أيوة أنت اللي تسأل. أخوك مات، جارك مش أخوك، جارك مات، ويجي لك واحد صاحبك يوريك يقول لك ابصر جارك اللي توفيه، ابصر صوته ويغني. اتقوا الله يا رجال. حاربوا بشرف، اكرهوا بشرف، قاتلوا بشرف. ما بوش حاجه بكم شريفه، ما بوش لحد الان ما قبصرتوش بكم حاجه تشرف. ما يعني ما عدلوا مكمش لانكم انتم ما تزوقتم الا على حصالات، ما تكاثرتم انتم يا الاخوان المسلمين داخل تعز الا من جمع التبرعات. الله يرحمه، ما هو لكن خلاص جلودكم ايام الساعات ان احنا مرتاعين. ها طيبة قلبه، ابصروا كيف خلتكم كلاب تنبحوا علينا. يا كم من هين، يا كم من واحد ما يسواش حداء. لا احترمتم حرمة ميت، ولا احترمتم اهله، ولا احترمتم محبي، ولا احترمتم الشعب، ولا احترمتم احد. ينخاف منكم
لا ذمة ولا ضمير ولا مبدأ ولا قيم. سقوط مدوي للقناة ولطاقم القناة ولإدارة القناة وداعم القناة والمذيعة هذه الرخيصة. نعم الآن ضحكتم، نعم الآن قهرتم مع المحبين، أنتم سقطتم سقوط مدوي، تافهين، بتجلسوا طول أعماركم تافهين، نبتتكم وسخة وسيعين، انتم عارفين ايش. تحياتي.